ima. U Luizarane ima. U Luizarane ima. U šof šof. U meše kibe kolov. Šof šof jemsko. Šof šof jemsko. احنا اليوم دايرين وقفه تضامنيه مع الممرضه اليمنية كريمة اللي تعرضت للسب والشتم والقذف بكلام نابي مع الضرب اللي تسبب عليه كسر في عظمه الانف اللي نتج عليه شهاده طبيه زائد الضغوطات النفسيه اللي عايشها السيده وتحنا النيت مع اللي في المركز لان ما بقيناش محميين وكما كيعرف العالم كامل في التلقيح عندنا دابا حمله التلقيح كاينه الجرعه الاولى والثانيه اللي كدوز النيت في المستوصف مع تزامنا مع البرامج الاخرى اللي عندنا اللي هي بزاف عندك تتبع الاطفال تتبع الحوامل الامراض المزمنه الفحص الطبي العادي اللي كيجيو الناس كيدوزوا الممرضه قبل ما يدوز كل طفل قل من 5 سنين كاين واحد البرنامج كيتوزن الطفل عاد كيدخل عند الطبيب هي ملي طلبت من السيده جايه هي وحموها مع دري صغير قالت لهم انتم داخلين الاربعه باش يدوز دري صغير من الاحسن دخل الاميه كدوي بالعربيه ما زعما هذا حتى واحد فيكم ما داير الكمامه كتفاجئ بالسيده كتهز الميزان كتضربها الانف ديالها مع اتلاف الملك العام من مكتب اللي فوق منه والكتبه وديك الشيء هي هذيك دابا حنا كنطلبوا جوج حاجات طلب الحمايه الجسديه ديالنا وكنطلبوا بسميتو تزويدنا بالموارد البشريه. هادشي اول مره كيوقع لكم؟ لا حنا ولافنا السب والقذف والشتم عندنا محاضر مع البوليس ودائما كنسمحوا كنقولوا ماشي مشكل ولكن ملي كتوصل بالضرب ولا بالتهديد ولا شي حاجه كنمشي درنا المحضر ديالنا دابا تم الاعتقال لان الزوج ديال السيده ومع عائلته مشاو عند البوليس تا هما دابزوا مع السلطه القضائيه هادشي اللي والسيده في دابا كاينه متابعه قضائيه ديال السيده والممرضه ما غتنازلش لا هي ولا حنا الحق ديالنا لان كنطلبوا حقنا هما كيسالونا 8:30 4:30 حنا ملتزمين بالتوقيت ديالنا بخدمتنا وتا حنا كنطلبوا بالقضاء ياخذ المجرى ديالو وحنا عندنا ثقه في القضاء ديالنا. الوجود ديالنا هنا هذا النهار كنستنكروا فيه اللي ما تعرضت له الزميله ديالنا كريمه ممرضه رئيسيه في المركز الصحي الرياض. وهذا المشكل هذا راه ولينا كنعانيو منه بزاف وحديتو على حرج يعني السب والقذف ما كاين مشكل حنا ولينا صابرين ولكن كنحاولوا المواطن كنهمدوه الى اقصى ولكن متى تقول لي السيده تعرضت لواحد الكسر في الانف ديالها من طرف مواطنه اللي هي يعني بنت الحي وكل شيء ويعني كاع الخدمات قدموا كيقدموها لها يعني فقط اللي جات لذاك المركز الصحي اذا هذا حرام حنا عندنا الثقه الكامله الحمد لله في القضاء ديالنا وجلاله الملك وكنتمناو من الاداره يعني لا المركزيه ولا الجهويه ولا المحليه ديالنا ديال وزاره الصحه تساندنا وحنا راه اسره واحده هادشي القذف السب والقذف كيوقع دائما ولكن الضرب والجرح يعني تيوقع ولكن تنسامحوا ولكن السيده راه لانه يعني كما تنقولوا وصل السيل والزوبه اذا الله ياخذ الحق هادشي اللي تنتمناو.